السلام عليكم سينيور 1، معاكم ميسيس أسماء عبد الحميد، وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وذ أسماء. هنبتدي النهاردة مع بعض يونت 3، هنشرح أول lesson chromosomes and chromosomal theory. تعالوا نبتدي. هنتكلم في lesson ده عن 3 main points. هنتكلم عن chromosomes، هنتعرف عن حاجة اسمها karyotype، وعن types of cells، أنواع cells، عندك somatic cells وعندك sex cells، وهتتعرف كمان على نقط كتير مهمة تساعدك تفهم الأسئلة الصعبة. خليك معايا آخر الفيديو هتستفيد جدا. اتعلمنا إن ده الشكل النورمال للسل. جوه السل أو تحديدا جوه النيوكليوس بتشوف شبكة من خيوط كتير بنسميها كروماتين ريتيكلم، consists of اللي بتتكون من DNA plus protein. During cell division، لما السل بتعمل ميتوزيس division، هي دلوقتي بتنقسم، دي سل واحدة بتنقسم producing two cells، ادت اتنين من الخلايا، وكل واحدة فيها نفس العدد من الكروماتين ريتيكلم أو الـ DNA. دي سل واحدة انقسمت وعطت 2 cells. في الوقت ده الكروماتين ريتيكلم بيحصل لها condensation أو بتتكثف producing أو بتكون حاجة اسمها الكروموسومز، يعني الخيوط دي بتاخد شكل الرود شيبد، بنسمي الشكل ده كروموسومز. بيتكون من DNA and protein، نفس التركيب نفس الكيميكال ستراكتشر، الفرق بس ان الشكل اختلف. شكل الخيوط دي ده شكل نورمال، وقت السيل ديفيجن بتاخد شكل الرود شيبد اللي بنسميه الكروموسومز، ولما السيل تخلص ديفيجن بيرجع تاني الكروموسومز تاخد شكل الكروماتين ريتيكولم او الخيوط. ساينتستس عملوا arrangement، ترتيب للكروموسومز دي according to the size، حسب المقاس. In descending order، ترتيب يعني من الأكبر للأصغر، يعني انت شايف ده كروموسوم number 1، أصغر منه كروموسوم number 2 and so on descending order، وده to facilitate their study، عشان يسهلوا دراستها. وسموا الترتيب ده أو الarrangement ده karyotype. زي ما انت شايف الكروموسومز مترقمة ومترتبة according to the size، حسب المقاس من الأكبر للأصغر، وده علشان نسهل دراسة الكروموسومز. لما هتبص على الكاريوتايب ده هتعرف حاجات كتير، تقدر تكتشف مرض وراثي من الشكل ده، تقدر تحدد الجنس لما تشوف الكروموسوم ده أو تشوف الكاريوتايب ده أو الترتيب ده، تقدر تعرف الكروموسوم دي أو الكاريوتايب ده أو السيل دي related to male or female. نتكلم شوية عن الكاريوتايب in human، يعني دي الكروموسومز اللي موجودة في الهيومن، وده الكاريوتايب ترتيب الكروموسومز اللي قلنا عليه. لما هنشوف أو نبص عليه بتشوف 23 pairs of chromosomes، أو ممكن تقول 46. الكروموسومز زي ما انت شايف موجودة in homologous pairs، يعني ايه؟ في كل رقم بتشوف 2 كروموسومز شبه بعض، يعني number 1 بتشوف 2 كروموسومز زي بعض بالظبط، فبقول homologous pairs، يعني كل رقم فيه 2 كروموسومز متماثلين، او كل pair بيتكون من 2 كروموسوم شبه بعض. شوف number 2 كل بيتكون من 2 كروموسومز شبه بعض، فبقول ان البيرس دي او الكروموسومز موجودة في الكاريوتايب in homologous pairs. الكروموسوم من اول number 1 ل 22 called بنسميها autosomes او بنسميها somatic chromosomes. تعالوا نحددها مع بعض، انا هاخد كل الكروموسومز بس من اول 1، أنا خدت كل الكروموسومز واستبعدت 23، دلوقتي بتكلم عن الكروموسوم من أول number 1 لحد 22، بنسميهم autosomes أو بنسميهم somatic chromosomes، لأن دي الكروموسومز اللي عليها صفاتك الجسمية، لون الشعر، الطول، البشرة، لون العين، دي بنسميها somatic characters، موجودة على الكروموسومز اللي أنا حددتها دلوقتي. ف
فالكروموسومز دي بنسميها سوماتيك كروموسومز او بتسميها اوتوسومز، عليها الجينز المسؤوله عن اظهار صفاتك الجسميه زي لون الشعر، البشره، زي ما قلنا. طيب اما كروموسوم 23 ده ليه وضع خاص شويه وهنتكلم عليه لوحده. اولا كروموسوم نمبر 23 بنسميه 6 كروموسومز، ده الكروموسومز الجنسي، وده لان عليه الجينز المسؤول عن الفيميل كاركترز في الفيميل، والجينز او الميل جينز المسؤول عن اظهار الميل كاركترز في الميل، او بشكل عام الجينز او الكاركترز او الصفات الجنسيه. بقول doesn't subject to the arrangement، انت لاحظت هو مش داخل معنا في الترتيب، يعني احنا بنعمل descending order، المفروض اكبر كروموسوم عندي يكون number 1، اصغر كروموسوم مش number 23، اصغر كروموسوم عندنا number 22، اصغر كروموسوم number 22 pair، لكن 23 ده مش اصغر كروموسوم، ده مش داخل معنا في الترتيب. طيب بالنسبة للسايز هو مكانه فين بالظبط؟ comes after 7th chromosome، يعني هو مكانه هنا بالظبط، المفروض هو مكانه هنا، يعني بيجي بعد chromosome number 7. احنا بنعمل descending order، يبقى اصغر من 7 واكبر من 8، بس احنا هو مش داخل في الترتيب. Responsible for sex determination، مسؤول عن تحديد الجنس، يعني ده اللي هيحدد اذا كان الكاريوتايب ده related to male or female ازاي. تعالوا نشوف. لو بصينا على الكاريوتايب of male، ده الكاريوتايب related to male، يعني بتاع male. هبص على كروموسوم نمبر 23، هلاقيه بيتكون من 2 كروموسوم، كروموسوم long called X بنسميه X، وكروموسوم تاني short بنسميه Y. الكروموسوم أو كروموسوم نمبر 23 في الميل زي ما انت شايف بنقول heterozygous، يعني 2 كروموسوم غير متماثلين، أو ممكن تقول الكلمة دي asymmetric. طيب تعالوا نشوف الكاريوتايب of female، هبص على كروموسوم نمبر 23 هلاقيه consists of two chromosomes، 2 كروموسومز symmetric متماثلين، او ممكن اقول الكلمه دي homozygous، واثنين كروموسومز كل واحد كل كروموسومز called X chromosomes. يعني الفيميل عندها 2 X sex chromosomes والميل عنده X واحده وكروموسوم تاني Y. So علشان كده 23 chromosomes responsible for sex determination هو اللي هيحدد الجنس. هنتكلم دلوقتي عن انواع السيلز او البادي سيلز. في جسمنا في نوعين من الخلايا، سوماتيك سيلز خلايا جسميه زي الهير، سكن، ستومك، بنكرياس، كل دي خلايا في جسمنا، وزي ما انت شايف عدد الكروموسومز بيكون 46 كروموسومز، او ممكن تقول 2N، او ممكن تقول 23 pairs. وفي نوع تاني من السيلز من الخلايا called بنسميها sex cells او بنسميها gametes، as ovum in female, sperm in male، وزي ما انت شايف containing half number of chromosomes in somatic cells، فيها نص عدد الكروموسومز اللي موجود في الصوماتيك سيلز. وده ليه؟ علشان during fertilization او during reproduction وقت التزاوج السكس سيلز دي بيحصل لها fusion وبتكون الزيجوت اللي هيكبر بعد كده ويكون embryo او new individual، وعدد الكروموسومز 23 plus 23 بيرجع تاني 46، يعني عدد الكروموسومز return back to 46، يعني بيرجع ثابت. علشان كده containing half number of chromosomes found in somatic cells، فيها نص عدد الكروموسومز اللي موجود في الخلايا الجسمية، وده لازم علشان during fusion or fertilization يرجع 46 وكده يفضل العدد ثابت. الكاريوتايب ده اللي قدامنا related to somatic cells، يعني خاص بخلية جسمية، يعني لما هشوف الكاريوتايب ده هعرف على طول ان دي ممكن تكون سيل
stomach, skin, الهير, somatic cell. ليه؟ لأنك بتشوف الكروموسومز في شكل homologous pairs. كل كروموسوم موجود في منه اتنين, يبقى أكيد دي somatic cells. ولازم تعرف حاجة, إن عدد الكروموسومز ده أو النوع ده من السيلز بتعمل mitosis division, لأن mitosis division ده زي ما درسنا بيطلع لك أو بيحافظ على number of chromosomes constant, ثابت. يعني السيل بيكون عندها 23 pairs أو 46, بتطلع لك عدد من الخلايا برضو عندها 46 أو 23 pairs. يبقى كل الصوماتيك سيلز بتعمل mitosis division عشان تطلع لك عدد من السيلز أو عدد من السيلز containing same number of chromosomes. ممكن تقول موجود عندنا هنا 46 كروموسومز, ممكن تقول 23 بيرز. بقول على الصوماتيك سيلز ديبلويد. ليه ديبلويد؟ لانها موجوده in two sets, في شكل مجموعتين 23 و23, يعني بمعنى كل نمبر اوف كروموسوم بتشوف منه اتنين. علشان كده بسمي الكاريوتايب ده او بسمي النوع ده من السيلز ديبلويد, ودايما symbolized by 2n or 2x. اما الشكل ده للكاريوتايب لما هشوفه هقول ان ده كاريوتايب related to sex cells or gametes. يعني ممكن يكون الكاريوتايب ده خاص بovum or sperm, وده ليه؟ لانك شايف one set of chromosomes, مجموعة واحدة. يعني في كل رقم من الكروموسومز بتشوف فيه, او في كل رقم نمبر 1 مثلا بتشوف كروموسوم واحد منفرد, ما بتشوفش اتنين او ما بتشوفش homologous pair زي الصوماتيك سيلز. والنوع ده من السيلز الخلايا او الكاريوتايب ده produced من الميوزيس ديفيجن, لان الميوزيس ديفيجن ده الديفيجن اللي produces cells, اللي بيطلع خلايا containing half number of chromosomes in the parent cell, فيها نفس عدد, فيها نص عدد الخلايا من الخلية الأم أو الخلية الأصلية, وإحنا عايزين نص العدد. يعني عايزين الأوفم تكون 23 والسبرم 23 during fertilization, لما يحصل fertilization أو تزاوج number of chromosomes returns back, يرجع تاني 46, وكده نبقى حافظنا على number of chromosomes constants in all members, في كل الأفراد. ممكن تشوف تقول على number of chromosomes هنا 23, ممكن تقول n, ممكن تقول x, ممكن تقول الاكسبريشن ده haploid. زي ما كنا بنقول على الصوماتيك سيلز ديبلويد, هنا بنقول haploid. ليه؟ لانك شايف هنا one set او مجموعة واحدة من الكروموسومز. نقطة مهمة بتيجي في الأسئلة, تعالوا نعمل ستريس عليها. يعني مثلا بيقول number of 6 chromosomes x and somatic cells in male and female. عايز الريشيو بين ال 6 كروموسوم X in male and female. يعني ايه؟ ال 6 كروموسومز في الميل انت بتشوف كروموسوم X واحد, وبتشوف كروموسوم Y, ملناش دعوة بيه, هو بيسأل على ال 6 كروموسوم X. طيب ال 6 كروموسوم X في الفيميل بتشوف 2X, وبالتالي الريشيو بين ال 6 كروموسوم X in male بيكون 1, وال 6 كروموسوم X in female بيكون 2. الميل عنده 1X كروموسوم واحد بس long, 6 كروموسوم طبعا, اما الفيميل عندها 2 كروموسومز long called بنسميهم X. يعني الميل عنده X واحدة والفيميل عندها 2X, و X دي 6 كروموسوم. هنتكلم مع بعض عن نقطة مهمة هتساعدنا جدا واحنا بنحل الأسئلة. كاريوتايب ده بما انك شايف الكروموسومز in homologous pairs فبتقول دي somatic chrome او somatic cell. somatic cell بتشوف فيها 46 كروموسومز, وده عدد ثابت في كل الممبرز of humans, كل الأفراد بالنسبة للhuman species بتشوف 46 كروموسومز. وممكن تقول دي ان ايه molecules, لان كل كروموسوم من ده containing بيحتوي على 1 DNA molecule, وبالتالي انا بشوف هنا 46 DNA molecules, وبتشوف 46 كروموسومز. تمام. ممكن اعبر عن الكاريوتايب ده اقول 2N, او ممكن اقول
2X. ليه؟ لأنك بتشوف الكروموسومز زي ما قلنا in two sets، في مجموعتين. طيب الأوتوسومز تعالوا نحددها مع بعض هنا. كل اللي أنا بحدده ده دي الأوتوسومز or somatic chromosomes. طيب تعالوا نشوف فيها كم عدد من الكروموسومز بنشوف فيها. ممكن تقول 44، ممكن تقول 22 pairs. طيب ركزوا في النقطة اللي جاية دي. ممكن أعبر عن الأوتوسوم بشكل مختلف؟ آه، هقول 2X. 2X دي كل الكروموسومز اللي موجودة minus 2. أنا شلت ال 2 كروموسومز بتوع السكس كروموسومز، يعني قلت 2X minus 2. ده برضو producing أو indicates بيشير لعدد الأوتوسومز. 2X دي عدد الكروموسومز اللي في الكاريوتايب minus 2، شلت الاتنين بس بتوع السكس كروموسومز. تعالوا بقى نتكلم عن الكاريوتايب ده. لما هتشوفه على طول ده هيجي في بالنا sex cell، دي ovum or sperm، وبالتالي هيكون عدد الكروموسومز كل حاجة هتكون نص عدد الكروموسومز اللي موجودة هنا. يعني مثلا هتقول 23 كروموسومز، نص العدد اللي كان موجود في السوماتيك، او ممكن تقول 23 دي ان اي مولكيولز، هتقول اكس واحدة او ان واحدة، او هتقول كلمة هابلويد. ليه؟ لانك بتشوف الكروموسومز in one set. عدد الاوتوسومز بقى احنا قلنا هنا 44، هتقول هنا 22 بس، ما هي نص العدد. طيب عدد الاوتوسومز احنا فهمنا 2x minus 2 جت ازاي، يبقى هتقول هنا نص العدد x minus 1. x minus 1 ده برضو indicates، بيشير لعدد الاوتوسومز اللي موجودة في السكس ova or sperm.